أنا المهلب ابن أبي صفرة، يا شبيب الشيباني، وأخالك تعرفني وأعرف عنك، ورأس ما أعرف أنك لا تجتاح بلدا آمنا وأهله مسالمون، ولا تقتل إلا في قتال ومواجهة، وها إني خرجت إليك منفردا إلا من عضد ابن البشير لأذود عن البصرة وأهلها، فإن رجعت عنها كان لنا يوم آخر للقتال نحتكم فيه إلى السيوف، فإن عزمت اليوم على إنفاذ ما جئت له فلن تمر والله إلا فوق جثتي، وأنت تعرف إقدامي وشدة بأسي، ولكنني لن أجرد سيفي في هذا، فأنت تقدم فهذه فرصتك لقتل، وإن تنكس وتعف عن مقاتلة من لا يقاتلك فهذه شيمتك. ماذا ترين يا غزالة؟ تهيأت لمعركة، فإذا أنا في مواجهة ما ترين؟ هذا رجل هبت به نخوته لاقتداء قوم الهاجعون، ولا يليق أن يقتل إلا في قتال. يا مهلب، والله إني لا أستحي من الله، ويخجلني سيفي إن جرته في غير معركة، فارجع إلى قومك وأيقظهم لمعركة قادمة أرد فيها عن سيفي هذا الخجل.